المترددين على مراكز وعيادات الكشف ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمسح فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية في حملة 100 مليون صحة إلى هناك. عدد الأماكن اللي بنشتغل فيها الثابتة غير المتحركة 1448، والفرق بتشتغل 4 فرق يوميا من 9 صباحا لمنتصف الليل. زودنا عدد الأماكن المتحركة اللي بتستهدف الجامعات والمناطق الصناعية والمشروعات العملاقة. نعتبر ان النهاردة يوم ايجابي جدا جدا لوصولنا لأكثر من 2 مليون مواطن يعملوا المسح في 10 أيام. أشكر جدا العاملين في وزارة الصحة على مجهودهم سواء اللي كانوا في المحافظات أو المركزي، وأشكر وزارة التخطيط على دعمها بالذات. أول امبارح لما حصل شوية كان الإنترنت فيه مشكلة اشتغلوا معنا. أشكر وزارة التخطيط بكل كوادرها وعلى رأسها قيادة معالي وزيرة التخطيط دكتورة هالة السعيد. أشكر معالي وزير التنمية المحلية وجميع المحافظين اللي اشتغلوا معنا على مجهودهم الكبير جدا في تسهيل المبادرة وحشد المواطنين. وأتمنى المجتمع المدني، أنا بشكره بس متطلعين لأكثر مشاركة في الدعم لحشد المواطنين. أعتقد أن ده شيء إيجابي جدا أن احنا نطمن على أكثر من 2 مليون مواطن في 10 أيام واللي مريض فيهم بدأ ياخد العلاج. أتمنى إن شاء الله أن الحملة تمشي بنفس الرتم، وأتوقع بإذن الله مشاركة أكبر للمواطنين. أشكركم. في أسئلة؟ نبدأ الأسئلة. أستاذ أحمد إمام الأهرام، تفضل. معالي الوزيرة، أولاً شكراً على المفاوضة دلوقتي اللي حققت المجهود الرائع اللي بيتم المجهود، لكن إحنا بنستهدف في المرحلة دي أو خلال الشهرين دول حوالي 17 مليون. لو مشينا بنفس المعدل ده يعني تقريباً مش هنحقق الرقم المستهدف اللي هو 17 مليون. هل معنى ذلك إن إحنا ممكن نمد الحملة في المحافظات اللي هم 9 مليون لشهر أو 2 كمان؟ خلينا أقول إن مفيش دولة في العالم عملت حاجة زي كده. مفيش حاجة ده خيال ان انت تقول 2 مليون اتعمل لهم مسح في 10 ايام، ده شيء خيالي، مفيش دولة عملتهم. احنا عاملين خطتنا مرحلية علشان نخلص المستهدف كله في اول شهرين، لكن ممكن الحالات اللي حصل تخلف ليها هنقدر ندرس ازاي ممكن نتحلها. لكن هو المفروض ان المواطنين ده حاجة لمصلحتهم يتزايدوا، وإحنا بنضخ وبنفتح أماكن أكتر حسب الاحتياج المواطنين. المجتمع المدني دوره مهم جدا. الأكثر الناس شغالة دلوقتي هي السادة المحافظين والقيادات التنفيذية في المحافظات ووزارة الصحة وقياداتها والعاملين في الصحة. أتمنى مشاركة أكبر للمجتمع المدني. إحنا ماشيين بشكل إيجابي جدا وإن شاء الله هنوصل لمستهدفاتنا. استاذ احمد سعد الاخبار. انا بحس يا دكتور ان الرسائل الاعلانيه مش مفسفه بالشكل الكافي للدعايه للحمله، بالاضافه ان الرسائل الاعلانيه اللي هي اعلانات التلفزيون اعلان واحد بيتفقد عناصر جذب الانتباه. يعني ساعات يونس بتبقى هي قاعده على كرسي وبتدي رساله بشكل مباشر، مفيش حاجه في الصوره تقدر تشد عينه. لا، انا بقول انا بختلف معاك وبقول اللي انت بتقوله يمكن غير دقيق، لان اللي احنا عملناه اثمر على 2 مليون مواطن يتم ان هم يجوا الاماكن دي في 9 محافظات بس في 10 ايام. ما هو بيسال من هنا والكاميرا هنا، يا الاثنين يجوا هنا يا الاثنين يجوا هنا، ما انا عارف. هل يكون في مسح فند للقطاعات الامن المركزي في مسح مستهدف نزلاء السجون ومستهدف الأماكن الثابتة اللي فيها تجمعات، ومستهدف المرضى الداخليين في المستشفيات الحكومية سواء كانت وزارة الصحة أو شرطة أو الجامعة. أستاذ محمد ربيع الأهرام، مساء الخير. أولاً المبادرة دي عشان يتباع حتى المنظمات الدولية وده شيء مشرف جدا لمصر. طبقا للإحصائيات الدولية لو حضرتك تأكدتي إن ده أكبر مسح حصل على مستوى العالم. كان مثلا من منغوليا ونيجيريا بلغاريا طبقا لأعداد السكان من أقل بكتير. حضرتك هل في اتجاه من وزارة الصحة إن إحنا نزود عدد المطار بالنسبة لمعدل السكان لكل محافظة، وبالنسبة للسلبيات الموجودة في المرحلة الأولى
كيف سيتم واجبها وتفاديها في المراحل. احنا بنحط عدد النقاط حسب عدد السكان، يعني اكيد عدد النقاط اللي في جنوب سيناء اقل بكتير جدا من عدد النقاط اللي في البحيره اللي بيتعدوا اكتر من 300 او 400 نقطه. اما السلبيات انا مش شايفه سلبيات وشايفه ايجابيات، واحنا بنشتغل حاجه غير مسبوقه والجهات الدوليه معانا، وانا الايجابيات لها مؤشرات هي الاقبال الشديد للمواطنين. بالنسبه للدواء حضرتك مريض الضغط او السمنه بتفرز الدواء مجانا، الاليه كل الصرف الاليه موجوده، يا نفق الدوله يا تامين صحي، ما ده كان موجود ومتوفر في الوحدات الصحيه والمستشفيات، مش اخترعنا اليه جديده اصلا. يعني استاذ وليد عبد السلام عايز انتقل مع سيادتك لحلم او انجاز اكبر غير ما تكون في الفتره اللي فاتت، وهو الاعلان الخاص بالهيئات الخاصه بالامن الصحي. احنا اعلنا هيئتين، سؤال سيادتي، السؤال الاول نعلن تشكيل الهيئه كان امتى؟ والسؤال الثاني لسيادتك اخر تطورات مشروع قانون التامين الصحي اللي هو مشروع الرئيس. مشروع التامين الصحي ماشي باكثر من المعدلات التنفيذيه اللي كانت مكتوبه، ماشيين بخطة ثابتة وسريعة الحمد لله، في دعم لينا كامل وفي دعم سياسي على أعلى مستوى. الهيئات أنشأنا، أصدر دولة رئيس الوزراء قرار إنشاء هيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد يوم 14، وتواجد عملنا اجتماع برؤساء الهيئات ومساعديهم في محافظة بورسعيد. الهيئة الثالثة قريب جدا هيعلن عن إنشاء هي هيئة التمويل. مشروع الميكنة للتأمين الصحي، أولا اتعمل حصر لكل المنتفعين وأسرهم، واتعمل قاعدة البيانات، واتعمل كراسات الشروط للميكنة وطرح خلال أيام، وهنعمل بايلوت في مستشفيتين ووحدتين خلال أسابيع قليلة. اتعمل حصر الاحتياجات من القوى البشرية وعملنا احتياجاتهم من التدريب، وتم زيارة انجلترا علشان نشوف البرامج التدريبية، وفي زملائنا شغالين على البرامج التدريبية دلوقتي. البنية التحتية ننتهي منها تباعا، واستلمنا اول 10 وحدات في بورسعيد من اصل 23 وحدة في المرحلة الاولى من التنفيذ. شكرا. معالي الوزير من فضلك، حضرتك طبعا اشرت من قليل العدد تعدى ال 2 مليون في اليوم العاشر بس للحمله، ولو رجعنا قبل 9 ايام مع انطلاق هذه المبادره للتسع محافظات الاولى تقريبا كانت المهله ليها شهرين، ماذا لو تم الانتهاء قبل المهله الاولانيه للمرحله؟ هل سيتم في المراحل الاخرى ام سيتم الالتزام بالجدول الذي اعلن مسبقا في الفتره الماضيه؟ في محافظات اتوقع انها هتنتهي قبل الميعاد الشهرين، زي محافظه جنوب سيناء ودمياط، اعتقد ان هم هينتهوا قبل نهايه الشهرين. احنا بدانا التمهيد للمرحله الثالثه بعقد اجتماع الاسبوع ده مع ال 11 محافظه، وحددنا الاماكن اللي هيشتغلوا فيها، وبدانا نشتري ونورد اللوجيستكس كلها والكيتس. احنا ماشيين بالمعدل الزمني، مش هنقدم المرحلة الثانية، المرحلة الثانية إن شاء الله 1/12. شكرا يا إبراهيم. شكرا معلم. شكرا كمان. احنا بس بتشكر بداية التكريم. بتشكر بداية التكريم وبعد كده نبدأ التكريم. الصحة انتهجت منذ الثلاث شهور اللي فاتوا إن احنا نكرم نماذج مضيئة وكان لوجودها وإسهاماتها إسهام في وزارة الصحة وفي المشروعات اللي شغالين فيها. النهاردة احنا هنكرم نماذج جزء ناس فيها بتشتغل في وزارة الصحة، وناس بتشتغل في الصحة بس خارج وزارة الصحة، وناس ما بتشتغلش أصلا في وزارة الصحة لكن كان وجودها ودعمها لينا له أثر كبير على الأصعدة الدولية والداخلية. النهاردة هنكرم النماذج دي، ويعني أدعوكم أن أنتم تكونوا معنا تقديرا ليهم. تفضل. أنا عايزة أقول كل واحد عن بعض.